ما كانتش البداية، لكن القصة الحقيقية بدأت سنة 1912 في جرش صغير وقديم على أطراف سان فرانسيسكو، وكان أبطالها الاتنين دول، اتنين إخوات كانوا بيصنعوا طيارات بإيديهم. ده مش مصنع، ولا الاتنين دول عندهم أي معدات أو دعم، كل اللي كان عندهم شغف وشوية خشب وحلم مستحيل. بدأوا من الصفر وحلمهم يوصلوا للسماء، لكن أمريكا وقفت قصادهم، اتهاجموا وخسروا وشركتهم فلست، وتقال ان طياراتهم اخطر من الموت نفسه. لكن المحدش كان يتخيله ان نفس الطيارات دي بعد 30 سنة مش بس هتدخل حرب عالمية، دي هتغير نتيجتها تماما. ممكن تفتكر انها مجرد شركة عادية زي شركات كتير في العالم، بس لا، الشركة دي يا صديقي مش شركة عادية ابدا، دي بتحرك صناعات، اقتصادات، وحتى سياسات دول. لوكهيد مارتن اسم النهاردة بقى مرتبط بالسماء والفضاء والحروب. كفاية اقولك ان في 2024 كان عندهم حوالي 121 ألف موظف واكتر من